الراجل والست ايد واحده، كل واحد ليه دور وليه رساله، مفيش واحد فيهم دوره اهم من التاني، واحنا في برنامجنا ضد الرجاله عفوا اشباه الرجال بنعرض معاناه الستات مع اشباه الرجال، تابعوني على المنصات اللي هتظهر عندكم على الشاشه دلوقتي. النهارده حلقتنا عن مشكله تخص بنوته هي الاول كانت بتبعت لي بصفتها يعني صديقة عندي على السوشيال ميديا بعد كده لقيتها بتقول لي كده فجأة دينا لو سمحت انا كنت عايزة اخد رأيك في حاجة تخصني وبدأت تحكي قصتها انا اتجوزت من حوالي خمس شهور راجل متجوز ومقتدر انه يفتح بيتين واهله ومراته وكل الناس واهلي عارفين وده جواز رسمي انفصلت عنه بعد شهرين رجع من شهر يقول لي بحبك وعاوزك والكلام ده وانا شبه الهبلة هي طبعا عارفة نفسها رجعت له وبقى يتلكك على اي حاجة زي صورة او فيديو وعاوز يتحكم فيا ويشترط عليا كأني مليش اي لازمة ومليش اي قرار مع ان في حاجة كتير كنا متفقين عليها من البداية اخر موقف كان بسبب فيديو بعمله وقال ان رقبتي كانت باينه في الفيديو انا طبيعه شغلي لبسي كده وهو عارفني كده وانا اصلا بشتغل موديل ميك اب موديل ميك اب يا جماعه يعني بشعرها او حتى لو مش بشعرها لابسه تربون هي مش محجبه فاوريدي هي بشعرها فان هو يعترض على رقبتها مش مثلا على منطقه تحت الرقبه او منطقه تانية فده فعلا غريب وبفتح لايفات وطبيعه شغلي عارفه جدا فقلت له لا انا شايفه ان الفيديو عادي وما حاجه لقيته بيقول لي طب خلاص كل واحد مننا يروح لحاله بعد ما خلاني اوقف شغل وارجع اعتمد عليه اتصرف معاه ازاي انا كان ردي عليها هنا يا, يا شباب ويا بنات انا رديت عليها في الاول كست كست حطيت نفسي مكانها ما عليها كحد فاهم في العلاقات ولا حد ولا كمذيعة ولا اي حاجة جنبت كل حاجة وحطيت نفسي مكانها واتصرفت معاها وقلت لها كست قلت لها اولا كان واضح جدا في رد فعله ان هو بيتلكك لان لو مش متفقين وهو عارف طبيعه شغلك كنت قلت حقه بس قولي له كالتالي قولي له انا عايزه اتكلم معاك والوقت اللي هيجي فيه انا قلت لها الوقت اللي هو هيجي فيه انا عايزاكي تبقي زي اول مره هو شافك فيها طيب انا قلت لها كالتالي انا قلت لها الوقت اللي هيجي عشان تتكلموا فيه انا عايزاكي تبقي زي اول مره شافت فيها عايزاكي لابسه لبس أنوسي مكتمل عايزاكي في ابهى حالاتك وفي احلى حالاتك ميك ودرس وشكل وشعر وكل حاجه بلس تعملي عشاء حلو دي كنتوا الاثنين بلس الانوثه والدلع وكل ده تعمليه وتجيبيه البيت وتتكلمي معاه وتقولي له كالتالي قولي مش عيب انك تكون عايزني اعمل حاجه انت حبيبها او او عايز تخليني بشكل تاني ومش عيب ان انت تكون عايز تبعد عني او ان انت عايز تتنصل من العلاقه او ان انت عايز تبعد نهائي او نتطلق او كذا العيب ان انت تتلكك على حاجه انت عرفني بيها ومتفقين عليها ومش جديده عليا ولا جديده في شكلي ولا جديده في شغلي عشان تنهي العلاقه بالشكل ده انا لما حبيتك واتجوزتك لقيت فيك السند والظهر والامان والعوض عوضتني عن حاجات كتير قوي وخدت عني مسؤوليات كتير قوي وبقيت مسؤول عني وريحتني من حاجات كتير قوي كنت تعبانه منها في حياتي خليني اشوفك زي ما شفتك اول مره الراجل المتكامل في عيني زي ما شفتك السند خليك في دايما عيني كده لو عايز تبعد تعالى كلمني وقولي لي في واحد اتنين تلاتة وانا عايز ابعد بكل شجاعة وبكل قوة لكن ما تتلكك ليش عشان تبعد عني انت كده هتبقى بترخصني وبترخص العلاقة وبترخص نفسك في عيني هتصغر قوي في عيني وهتشوفني وه... وهشوفك قليل قوي خلينا نبعد باحترام حتى لو انت عايز تبعد على الاقل لما اشوفك يوم او تيجي سيرتك اتكلم عنك بطريقه كويسه وابقى فاكره لك الذكريات الحلوه وافضل شايفاك طول عمري راجل زي ما شفتك اول مره البنت طبعا اقتنعت بالكلام جدا وقالت لي انا فعلا هعمل كده لان انا خليتها تتكلم معاه او تحكي بالروح وبالقلب وبالعقل وبالعاطفه وبالاحساس اللي اتولد بينهم في البدايه البنت بعتتلي بعدها بيومين وكانت بتبكي وقالتلي سامحيني انا ما عرفتش ابعتلك امبارح واقولك ايه اللي حصل لان انا كنت منهارة من العياط انا كنت لسه هكلمه لقيت اختي بتقولي ان هو اتصل بيها شو شوفي اختك وخليها تحدد يوم عشان كل واحد فينا يروح لحاله فبتقول له ليه اختها بتقوله هو ليه هو حصل ايه لكل ده آه ما انت عارفها وعارف طبيعه شغلها ايه اللي اتغير وايه اللي خلاك تقول كده قال لها كده إيه قال لها انا مش هقبل بالوضع ده وكل واحد ينام على الجنب اللي يريحه واخويا برضه دخل كلمه وقال له نفس الكلام قولي اتصرف ازاي انا هنا طبعا قلت لها تبقي قويه طالما هو استسهل البعد وباعد بالرخص ده يبقى هو ما كانش بيحبك من البدايه للاسف الواقع ان انتي كنت بالنسبة له نزوة ايوة هتقولوا لي نزوة اتجوزها وجوزها علني وكذا ايوة لان هي حكت لي او هي ذكرت في كلامها ان مراته مش معترضة ان هو يتجوز وموافقة على الموضوع ده جدا ومقتنعة بفكرة ان هو ممكن يتجوز واحدة او وتلاتة فطبعا ما عندوش مشكلة في الموضوع ده بلس ان هي كمان آه بعد ما ما انفصلوا وراحوا عند المأزون واتطلقوا هو بدأ ينزل اوريدي هو اتطلق دلوقتي مفيش بعدها بكام ساعة بدأ ينزل ستوريهات لولاده ولمراته ولعيلته هما خارجين خرج... وهم بيتغدوا مع بعض وهما في الملاهي وهم مبسوطين وفرحانين و... والدنيا حلوة قوي كأن ما كانش فيه واحدة في حياته اتجرحت ولا اتوجعت ولا زعل عنها عليها ثانية ثانية وده اللي كنا بنقوله في الاول الراجل في الاول ما بيزعلش خصوصا لما يكون هو اللي سايبه ماشي بالعكس كمان ملحقتك ليه وزنك عليه وتمسكك بيه وقت الفراق بيقويه وده اللي قلناه في الحلقات اللي فاتت طبعا هي بتقول انا تعبانه قوي ومنهاره من امبارح وعماله بشوف استراهات بينزلها لمراته وعيله في العربيه وخارجين ومبسوطين وعايش حياته بتقولي بصراحة في الأول أنا ما كنتش بحبه لما خدت على وجوده وشال عني مسؤولية وبقيت مرتاحة من شغل ومش مجبرة إن أنا أشتغل عشان أصرف على نفسي وأدفع إيجاري وكذا حاجة حبيته عشان لقيته بيريح من بيريحني من مسؤولية وحنيته عليا وداخل امبارح لما لقاها حاطة ستوري على الواتساب حزينة يقول لها مالك في حد مزعلك؟ لا هو حضرتك ده اسمه بجاحة هو مش في حد مزعلها ده في حد كاسرها وقاهرها وبياعها حضرتك اللي مزعلها ولا في دماغك وعايش حياتك حتى مش مراعي مشاعرها هي من كتر ما حست بالوجع انه حتى مش ما يعني ما التفتش وراه يشوف البني ادم اللي سابها دي اخبارها ايه او عايشه ازاي من غيره لا عادي بكل بجاحه وبكل فجور منزل ان هو فرحان ومبسوط وبيخرج ودنيته جميله هو فعلا هي دي الحقيقه لان هو ما حبكيش هو رجع لحياته الطبيعية وحياته الأساسية مع مراته وولاده وعيلته وأساسه الأساسي بس برضه هو لما اتجوزها أنا كان عندي علامة استفهام هنا رجعت البنت قالت ودي كانت الصدمة بالنسبة لي إن هي لقت ستوري عنده منزل صورة واحدة صاحبتها وهي في المستشفى وبيقول لها ربنا يقومك بالسلامة يا حبيبتي وهنا كانت الصدمه هي كمان البنت قالت لي ان صاحبتها دي كان هو بيمنعها ان هي تقابلها وبيقول عليها مش كويسه وعلاقتها مشبوهه واخلاقها مش كويسه ودايما بيبعدها عنها ودايما كان كل ما يلاقيها بتتكلم معاها يتخانق معاها ويفتعل مشكله في حين ان هي دي نفس الشخصيه اللي حلت محل البنت دي في غيابها او هي هتبقى الزوجة التانية اللي مراته برضو هتوافق عليها وهتبقى مراته قدام الناس كلها ما خلاص ما في زوجة اولى اديته شرعية الزواج للمرة التانية والتالتة فخلاص بقى الموضوع مباح بالنسبة له فبقت بالنسبة له دايما الزوجة التانية هي النزوة اللي بياخد منها غرضه بالحلال وبعد كده بيرميها من غير حتى ما يبص ورا ظهره بقى هي صاحبة مراته اللي كان متجوزها هي صاحبة طليقته هي تخص مين هي فين مش مهم ما هو ده هنا انصاف الرجال لما بنديهم اكبر من حجمهم زي ما تقعدي تنفخي في البالونه وتنفجر في وشك وده اللي دايما بنقوله انت تديه اكبر من حجمه في حياتك وهو ما اي حجم في حياته انت كنت بالنسبه له مجرد نزوه خد منها رغبته واشبع رغبته وايامه واستوب احنا هنا العلاقه واقفه اللي عايزه اقوله ان ده ما يستاهلش ان انت تزعلي عليه لحظه واحده ان هو انسان لا يؤتمن اللي بينام مع واحده على مخده واحده وسرير واحد وهو بيطعنها في ظهرها في صاحبه تخصها او واحده دخلت بيتها او واحده كانت بتاكل معاهم عيش وملح ده لا يؤتمن اللي بياكل حقوقك لا يؤتمن الراجل اللي بياخدك كنزوه في حياته لا يؤتمن الراجل اللي ما بيبصش لجرحك احنا بني ادمين يعني حتى وانت بتطلق والراجل بيكون بينفصل بيكون صعبان عليه العشره والعيش والملح ده حتى ما صعبش عليه العشره ولا العيش والملح وده معناه ان ما عندوش اصل بالمره زي ما زي ما جرحك مره هيجرحك الثانيه القصه بقى هنا اخر تكمله كانت صدمه ليا ان هو دلوقتي بعد ما هي نجحت وبدات ترجع لشغلها وترجع لشغل الموديل بتاعها وبدات تظهر ب... ب... بلبس كويس وشكل كويس على, الشوش... على السوشيال ميديا وحاسه ان هي كويسه بدا هنا ان هو عايز يرجع والحاح بقى ويكلم باباها ويكلم سوري اخوها ويكلم اختها ويكلم اهلها وصحابها وكل الناس اللي حواليها انا عايز ارجع انا مش قادره اعيش من غيرك وكل ده وهنا ده اتكلمنا فيه في الحلقه بتاعه الفراق بتاع الراجل لما بيحس ان الست بدات تنجح من غيره وتعيش حياتها وتبقى مستقره بتيجي مرحله الرجوع لو كان حس ان هي لسه ضعيفه وان هي عندها فقد من غيره وان هي تايهه من غيره ومش عارفه تلاقي نفسها ما كانش هيرجع لو حس ان هي كانت لسه مكسوره ما كانش هيرجع هو لما لقاها بتنجح قدام عينه وتبقى احسن من غيره احلوت في عينه تاني وعايز يرجع عايز يرجع عشان هو اناني عايز يرجع عشان ياخد الحلاوه ويطفي الفرحه اللي هي فيها ويطفي نجاحها ويكسر ويهدم لان ده انسان مريض نفسي لا يقال عليه الا انه مريض نفسي وكلمه راجل حتى خساره فيه أنصف الرجال نبعد عنهم اشباه الرجال نبعد عنهم وقلنا الخاين والظالم والمفتري واللي بيوجع واللي بيرمينا ورا ظهره ويمشي وما يبصش وراه لا يؤتمن البني ادم ده لو رجعتي له هتفضلي طول عمرك بيتغدر بيكي اللي يغدر مره يغدر التانيه والتالته والرابعه لان طبعه الغدر اللي ما اللي بكيش عليكي ولا بقي عليكي مره وتلككلك عشان يديكي ظهره ويروح لواحده تانية ويرجعلك بعد ما هي بقى على عينه او قلبته في فلوس او ضحكت عليه او خانته أو, أو, او 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 حاجات كتير رجع تاني للي عارف ان هي بتحبه وهتفضل مستنياه عشان دايما ما بيعرفش يعيش من غير البديل فكنت انتي برضو تاني البديل والنزوة اللي رجع لها بعد ما خسر علاقته بالنزوة التانية اللي خانك وباعت عشانها ، نحافظ على اختياراتنا نختار صح نفكر بعقلنا قبل قلبنا ، مش عيب ان الراجل يتجوز تاني بس فعلا لما يتجوز يكون بيتجوز عشان بيحب ويبني اسرة ويبني بيت ويبني اطفال مش بيتجوز عشان يعيش غريزة في الحلال او انه هو عايز معاشره مع سته معينه او شهوه معينه بس بيغلفها بالحلال لان ده قدام ربنا هو ما يعتبرش حلال لان ده حرام شرعا لان زي ما قلنا الجواز دي اركان لو الاركان دي اختلت او 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 في شرط من الاركان دي بتاعه الجواز ما بقاش موجود فالجواز ما يعتبرش حلال او شرعي هستناكم الحلقة الجاية في ضد الرجالة وما تنسوش اللايك والشير وتابعوني على المنصات اللي هتظهر قدامكم على الشاشة دلوقتي.